بكم أدل فضل الحال خذ خذ أخذ هالك هذي واحدة سلام عليكم الله يرحم الوالدين أبغينا ندخلوا شوف أسيدي الناس اللي ما عارفينش عليهم ما عندنا ما نديروا بهم نعاونوكم صافي يا سيدي ما تعاوننا ما والو عطينا الناس أسيدي عطينا الناس أحنا كنتسخرت أنا وكن عطينا الشوا هو الأول عطينا الشوا عطينا الشوا عطينا الشوا خلي تكون هانية الحال تكون هانية أنا غنتكلم بهذيك المسألة سيدي ما تعطينا الشوا يحرق جد بوك الكذاب عاد كيقول تعطينا الشوا وبدا تشوف عطينا الشوا عطينا سير من داك التحاسيب برا والله إلا دخلتي سير من عندنا الشوا جايبو معاك مرحبا بكم أسيدي مرحبا نهار تاعي هذا ندخلو ما ناكلو ما والو غنبركو غنقصرو تحت شوف راه عطاوني خبارك انت كتبرزو تحت الله يرحم الوالدين والله ما ندويش غادي تدخل وين ما ندويش غندخل وريحنا ندوي ما نتكلم لا دويتي راه غتكتب وتاكل العصا الله يحفظك اودي الحاجه ندخلو صافي انا علمتك الله يبارك فيك هذا منو منو دوي تخرج بحالك صافي يلاه تفضل الله يبارك ما عندي ما الشيا الله يحفظك يلاه بارك الله السلام عليكم قال لي ابن علي ابن علي خد حمرة خالد يملأ